وقف وقف على مهلك. شوي انتبه شوي على الخيط. انتبهوا لا تضربون بأي مكان. انتبه على الزاوية. على مهلك يا أخي. ماشي. لف على اليمين لف. يلا ماشي. خليه واقفة. من هون أحسن. تمام. تمام. الله يقويكم. مية لا أكتر. هيك منيح. لف على مهل. نزلوا الأغراض القديمة؟ تبهي عن نوتة حبيبتي. زهوراتك يا خانم. خلص درس البيانو؟ لا، لسه عم تعزف. خبريني بس تخلص نهال. تأمري يا خانم. صباح الخير. صباح النور. إن شاء الله بيرجع بالسلامة. ما فقت الصبح مشان هيك ما قدرت أفطر معكم وما شفته لعدنان. طلع بكير مبارح بالليل، شفته وقعت معه. إيه؟ ما عم تحكي لي على اللي صار؟ قال مهند ما اعترف لك إنه بيحب نهال ومتعلق فيها. عدنان يلي قال لي. قلتي له قدي عم بتضايق الناس بشغلاتك اللي ما في إلا أساس؟ بالعكس كان مرتاح، يعني كان رح يشكرني لأني فتحت له عيونه. كنت قايلت لك في احتمالين، يا أما مهند بيروح من البيت أو بده يوصل على النهاية السعيدة مع نهال. المسا اختبرته لعدنان شوي، صح ما عم يحكي شي بس كأنه مبسوط من الوضع. برأيي الاحتمال التاني رح يتحقق. عم تصير الشغلات اللي قلت لك اياها. Mm-hmm.